النرجسي والانستغرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أحبائي أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش رمان زريوح في فيديو حصري وغير مسبوق. نعم، النرجسي يعشق الانستغرام لأنه سلاح فتاك قاتل في يده. كيف ذلك؟ اليوم سوف تعرفون، إنها أسرار سوف تكشف لأول مرة، وسوف تعرفونها اليوم وفي هذا الفيديو. سوف أكشف عن ثلاثة أسباب تجعل النرجسي يعشق الانستغرام ويستعمله، وحذار ثم حذار من آخر سبب، لأنه سوف يصدم الجميع صدقوني. هذا السبب الثالث الخطير الشيطاني يكشف الجانب المظلم من الانستغرام، فحذار ثم حذار. قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي. قبل البدء، وكالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية فقط للتبسيط. إذا كنت رجلا وضحية لامرأة النرجسية فما عليك سوى قلب الأدوار. كما أذكر أنني لايف كوتش واستشاري أسري، وأسفل هذا الفيديو في أول تعليق مثبت وفي خانة الوصف هناك رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة. في هذا العصر، العصر الحديث، عصر التكنولوجيا، الانترنت، وخصوصا عصر وسائل التواصل الاجتماعي، فالنرجسي فهو يجد أسلحة إضافية، أسلحة فتاكة خطيرة جدا هي في يده، أسلحة متاحة على الانترنت وخصوصا على الانستغرام. ولماذا بالضبط الانستغرام؟ سوف تعرفون في هذا الفيديو. أسرار سوف تصدمكم وسوف تغير نظرتكم، ليس فقط للنرجسي بل أيضا لهذا التطبيق، تطبيق الانستغرام. الآن سوف أكشف عن الأسباب الثلاثة الخطيرة الشيطانية التي تجعل النرجسي يستعمل الانستغرام، وحذاري من آخر سبب. أول سبب هو الوقود النرجسي. لا شيء يعلو على الوقود النرجسي بالنسبة لهذا الخبيث. إنه التموين الذي يقتات عليه، إنه الإعجاب، الاهتمام، الشهرة التي يبحث عنها على أحر من الجمر هذا الكائن الشيطاني. وبطبيعة الحال هو في المجتمع، في الحياة الواقعية، فهو لن يجد ذلك الاهتمام الذي سوف يجده في العالم الافتراضي، أليس كذلك؟ ألا ترين يا أختي العزيزة كيف أن الانستغرام فهو يضخم صورة أي شخص مهما كان، حتى ولو كان خبيثا، فصورته على الانستغرام فهي تتحسن، صورته الشخصية، مظهره، وأيضا حالته الاجتماعية. نعم، الانستغرام فهو يساهم بشكل كبير في تشويه صورة الشخص، في تلميعها، وأيضا في خداع الآخرين أي المتلقي، لأنه يعطي صورة غير حقيقية تماما عن هذا الشخص الذي يضع بطبيعة الحال صوره على الانستغرام. الآن سوف تتساءلين كوتش نعمان، ما الذي يستفيده النرجسي كوقود النرجسي من الانستغرام؟ بكل بساطة، النرجسي يجد الاهتمام، الإعجاب عن طريق اللايكات، عن طريق التعليقات، فهو يقتات على كل هذا، لأن الانستغرام فهو يضخم من صورته، لأن أنا هش، لأنه مفتقد للثقة في نفسه، تذكروا أن داخله فارغ، أنه يحتقر نفسه، ولهذا فهو يبحث عن الإعجاب في الخارج وليس من الداخل. وبطبيعة الحال هذا التطبيق الذي هو عالمي فهو يعطيه بطبيعة الحال تلك المحفزات الوهمية الغير حقيقية، ولكن هي وقود إيجابي بالنسبة للنرجسي. الانستغرام بطبيعة الحال فهو تطبيق وردي، كل شيء يبدو فيه
جميلا كما لو أن الحياة بطبيعة الحال هي حياة سعيدة لا توجد فيها مشاكل. ألا تلاحظين هذا؟ أخبريني في خانة التعليق. وهذا ما يجعل هذا التطبيق أي الإنستغرام مناسبا جدا للنرجسي لكي يصدر صورة مغايرة تماما عن الواقع، ألا وهي أنه سعيد، أنه جميل، أنه متألق، ولكن في الحقيقة هو غير هذا تماما. هو يحتقر نفسه، هو يكره ذاته، ولكن بطبيعة الحال هو يستمتع، يستفيد من هذا الوقود الذي يأتيه من الإنستغرام حتى يضخم من أناه الذي هو هش بطبيعة الحال. الإنستغرام بالنسبة للنرجسي هي أداة خطيرة جدا لن يستطيع الاستغناء عنها، خصوصا أنا أتحدث هنا خصوصا عن النرجسيين الشباب الذين هم بطبيعة الحال أجيال صاعدة، ولا أتحدث عن الجيل القديم من النرجسيين. حذاري ثم حذاري، لأن ما هو آت هو أخطر بكثير، لأن النرجسيين القادمين سوف يستفيدون من هذه الأداة الخطيرة التي تغذي وقودهم، ألا وهي الإنستغرام. ثاني سبب يجعل أداة الإنستغرام سلاحا خطيرا في يد النرجسي هي أنها مرتع خصب للاصطياد. اصطياد من؟ الفرائس بطبيعة الحال. تعلمون أن النرجسي هو خائن بطبعه، هو يبحث دائما عن عشيقات، يبحث دائما عن ضحايا أخريات، أولا حتى يقوم بالتثليث مع ضحيته الأساسية، وأيضا حتى يغذي بطبيعة الحال تلك الرغبة في الخيانة. النرجسي كما تعرفون خائن بطبعه، وبطبيعة الحال الإنستغرام فهو يعطيه هذه الإمكانية عن طريق ربط صداقات بين قوسين مع ضحايات مفترضات. نعم، بإمكان هذا الخبيث أن يصل لأي ضحية يريدها بطبيعة الحال، سوف يتلاعب بها، سوف يكذب، سوف ينمق صورته حتى يصطادها. ألا ترين هذا يا أختي العزيزة؟ ألا تلاحظين في الإنستغرام كيف أن هناك أشخاص بالفعل يستعملون هذه الأداة حتى يصطادوا؟ قد يكونون بالفعل سيكوباطيين أو نرجسيين. أخبريني في خانة التعليق إن كان هذا بالفعل ترين على هذا التطبيق، هذا التطبيق الخطير بطبيعة الحال الإنستغرام، وسوف تعرفون هذا في آخر سبب لأنه سبب صادم. هو تطبيق خطير جدا بكل معنى الكلمة، يجب استعماله بحذر لأنه أداة خطيرة في يد المتلاعبين. فأريدك يا أختي العزيزة أن تحذري من استعمال الإنستغرام لأنه قد يؤثر تأثيرا جذريا على علاقاتك، على صورتك الداخلية الذاتية، وأيضا قد يجعلك ضحية لنرجسيين آخرين دون أن تعرفي. حذاري ثم حذاري من الإنستغرام، ومع الوقت سوف تكتشفين بطبيعة الحال أسرارا جديدة عن هذا التطبيق سوف تصدمك. النرجسي يستعمل الإنستغرام حتى يصطاد أكبر عدد من الضحايا، حتى ينوع عشيقاته، وحتى يخون. وبطبيعة الحال هذا التطبيق فهو يعطي خصوصية، وهذا ما يبحث عنه هذا الخبيث الذي يستعمل التطبيق لكي يتجسس على ضحاياه السابقات، بطبيعة الحال طليقاته إلى آخره. وأيضا هو يستعمله حتى يوسع شبكة اصطياده، شبكة ضحاياه المستقبليات. النرجسي هو يستعمل أي وسيلة حتى يصل لأهدافه الشيطانية، ومن أهم هذه الوسائل التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي هي هذه الأداة بالضبط بالخصوص، ألا وهي الإنستغرام، لأنها أداة تعرض الصور خصوصا الصور، وهذا ما يبحث عنه النرجسي لأنه يختار بطبيعة الحال ضحاياه بناء على المظهر، بناء على السن، بناء على الهوايات. والإنستغرام فهو يعطي هذه المعلومات، وخصوصا هو يعطي الصور،
وحذاري، لأن آخر السبب هو متعلق بالصور، وهو يكشف الجانب المظلم من الإنستغرام، والذي أعتقد أنك لا تعرفينه، ولكن النرجسي يعرفه جيدا. الآن أريدك أن تنتبهي يا أختي العزيزة، لأنني سوف أكشف عن ثالث آخر وأخطر سبب شيطاني خفي سري فقط النرجسي يعرفه، ولهذا فهو يعشق الإنستغرام، وقد يكون له حساب على الإنستغرام وأنت لا تعرفين. هذا السبب هو لأنه يعشق الإباحية. سوف تتساءلين كوتش نعمان، وما علاقة الإنستغرام بالإباحية؟ هنا أريدك أن تنتبهي جيدا يا أختي العزيزة، لأن هناك علاقة كبيرة ووطيدة جدا بين هذا التطبيق وبين الإباحية. الإنستغرام هو تطبيق إباحي مقنع. أنا أعرف أن هذه الحقيقة سوف تصدمك، وقد أواجه بطبيعة الحال انتقادات في التعاليق ربما، ولكن حذاري ثم حذاري، لأن هناك دراسات اجتماعية أريدكم أن تبحثوا عنها في الأنترنت، بالفعل قد أكدت أن هذا التطبيق هو تطبيق إباحي. ربما أنت يا أختي العزيزة لا تنشرين بطبيعة الحال صورا فاضحة، ولكن إذا دخلت لهذه الشبكة لهذا التطبيق فسوف تجدين بالفعل صورا فاضحة جدا، لأن هذه الصور فهي صور عالمية، جميع الدول فهي بطبيعة الحال سكانها يملكون حسابات على الإنستغرام، ونحن نعرف أن هناك العديد والعديد من النساء اللواتي بالفعل يعرضن صورا متبرجة، وقد نجد أيضا ممثلات إباحيات لديهن حسابات على الإنستغرام. وهنا أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لأن هناك مراهقات بالفعل هن يضعن دون شعور يضعن صورا فاضحة بغية إظهار المفاتن إلى آخره، ولكن في حقيقة الأمر هن يجلبن هذه القوارض البشرية الذين هم النرجسيون والسيكوباتيون. النرجسي يجد في الإنستغرام مرتعا خصبا للإباحية بدون أن يحاسب، لأن هذا التطبيق هو تطبيق قانوني، تطبيق الجميع يتقبله اجتماعيا عرفيا إلى آخره، ولكن جانبه المظلم هو أنه يخفي جانبا إباحيا. إنها العلبة السوداء لهذا التطبيق الذي ربما أنت لا تعرفينه. فالنرجسي بما أنه يعشق الإباحية، لهذا فأنت دائما ترينه منعزلا في غرفة، يغلق عليه الباب، لا يفارق هاتفه، يدخله معه حتى للمرحاض أعزك الله، فهو لأنه يشاهد صورا إباحية، وبطبيعة الحال فهو أيضا يجدها على الإنستغرام. لهذا فإذا لاحظتم فأنا لا أشجع كثيرا على تصفح الإنستغرام، حتى أن حسابي على الإنستغرام فأنا لا أعطيه أهمية كبيرة، على الرغم من أنني أعرف أن هذا الحساب فهو أكثر شعبية لأنه يصل لي الملايين والملايين، ولكن لدي مبادئي الخاصة، ألا وهي بطبيعة الحال كما تعرفون أنا لا أبحث عن الشهرة. لهذا فأنا أتفادى ما أمكن الإنستغرام، لدي حساب بطبيعة الحال، ولكن كما تلاحظون أنا أهمله عمدا، لأنني أعرف جيدا خطورة هذا التطبيق. هذا هو التطبيق المفضل للنرجسيين، وبطبيعة الحال بما أننا أعداء للنرجسيين فعلينا ألا نشجع هذه التطبيقات. حذاري ثم حذاري من هذا التطبيق الذي يخفي نوايا شيطانية بالإضافة للإباحية، فلديه أيضا خطط لتدمير الأسرة إلى آخره. بإمكانكم أن تبحثوا عن هذه الأسرار، عن الجانب المظلم للإنستغرام على الإنترنت، وسوف تفاجؤون من هول الصدمات التي سوف تواجهكم وأنتم تكتشفون أسرارا وأسرارا عن هذا التطبيق. نعم، النرجسي يستعمل الإنستغرام لأنه تطبيق إباحي مقنع. أختي العزيزة، نعم هذه هي الأسباب الثلاثة الشيطانية الخطيرة
التي تجعل الانستغرام أداة خطيرة في يدي النرجسي. لهذا فحذاري ثم حذاري من الوقوع في فخه، حذاري ثم حذاري من الثقة المبالغ فيها في هذا التطبيق بالذات. أنا هنا لا أريدكم بطبيعة الحال أن تغلقوا حساباتكم على الانستغرام، هذا يعود لكم، ولكن أريدكم أن تكونوا بالفعل واعين بخطورة هذا التطبيق إذا لم نحسن استعماله. إذا أعجبكم هذا الفيديو الخطير المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف. سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية، أيضا هناك رابط الانستغرام أسفل هذا الفيديو. قبل أن أغادر وكالعادة سوف أترك لك سؤالا أختي العزيزة، أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: هل تستعملين هذا الحساب، حساب الانستغرام، بشكل يومي؟ أجيبيني في خانة التعليق أسفل هذا الفيديو. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة أحبائي كونوا سعداء.